السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير باذن الله. عايز انا طالع لكم دلوقتي اللي انا بتكلم مع اخواتي واصحابي واخواتي الكبار والصغيرين وكل الناس اللي معانا. انا كل ما اجي افتح الكاميرا يا رجاله ارجع اقفلها تاني ومش عارف اصور. كل ما اجي انزل السوق اصحى وارجع انام تاني، ما انزلش السوق. الحمد لله على كل حال، والتليفون كده كده جايب شاشة وانا واخد تليفون اخويا، فانا طالع فيديو صغير كده اللي انا اقول لكم احنا راجعين تاني ان شاء الله. هننزل السوق باذن الله بكرة الثلاث، انتظرونا يا شباب بكرة ان شاء الله باذن الله. وبعدين انا في الغية دلوقتي يا رجالة، وبرضو مش عارف اللي انا افتح الكاميرا واتكلم معاكم واسلم عليكم واعمل لكم فيديو كده ان شاء الله هتروق وتحلى باذن الله. يعني هتبقى حاله نفسيه كده وهنرجع تاني ان شاء الله. اخواتي انا حبيت اطمنكم عليا. السلام عليكم.